ابن دراما مواطنيها على ان في موضوع هيحصل في ابريل وموضوع عالمي او موضوع كبير يعني يحصل في ابريل، فمدربه مواطنيها على كيفيه التصرف عند هذه الهجمات. فالنقطه ان الكلام ده ما حصلش هباء. ثاني حاجه مثلا يعني انا برضو نوهت على حاجه ان الجدار العازل معمول في اسرائيل مش معمول عشان فصل الفلسطينيين وكذا، معمول بمواصفات برضو ضد تفجيرات نوويه، وممكن اي خبير يقول لك المكونات بتاعه الجدار العازل ده معموله ازاي، ده مش معمول عشان صواريخ حماس ولا صواريخ القسام ولا الكلام ده كله، فاهمني؟ فالنقطة إن حتى إسرائيل نفسها وده فعليا يعني إن هي بتضرب مواطنيها بقالها فترة على إن في حدث هيحصل في إبريل القادم. الجميع يعلم إن ما تم في المنطقة العربية هو تجهيز للحرب العالمية الثالثة. ربنا يستر. والجميع يعلم ان كثير من الجبهات اللي تكونت والجماعات اللي احنا بنشوفها تحت مسمى الجهاديه وتحت مسمى مش عارفه جبهه ايه، كل الكلام ده مخلق عشان تعمل موزايك داخلي متطاحن، ان انت بتعرف تبقى الدول مخترقه تماما، حدودها مخترقه، اسلحه عماله تتنقل، ما حدش قال كميه السلاح مثلا اللي احنا عمالين نظبطه في مصر وفي سيناء والتفجيرات اللي في سيناء والتفجيرات اللي حصل في رمضان والكلام اللي بيحصل في المنطقه العربيه والاسلحه اللي بتدخل بالاطنان واسلحه ثقيله، دي مش اسلحه عشان يعني حرب شوارع، دي اسلحه ثقيله، دي اسلحه تواجه بيها جيوش يا مضادات طائرات ومنصات اطلاق صواريخ وبتدخل بالاطنان، ما حدش سال مين الممول ده كله ولماذا تنقل هذا الكم من الأسلحة عن طريق الحدود، ولماذا اختراق الحدود بهذه الطريقة يعني الغير طبيعية بالمرة. أيوه دكتورة، هل هناك دلالة على أن في انفجار يحصل في ماراثون رياضي، وهل هناك دلالة أنه يحصل في مكان زي مكتبة جون كينيدي، يعني ده له دلالة رسالة معينة؟ هقول لحضرتك حاجة. العالم بقى له فترة بيوجه الناس لتقبل كارثة قادمة، بس وشيع بقى ايه، ابتدت ناسا تعمل مثلا نزلت كم من الاخبار واليوتيوب، والاخبار دي رسميه برضو، ان في نيزك كبير هيرتطم بالارض في ابريل، ان في كذا حاجه قالت لا ده انتقام للقاعده، نزلوا فيلم على فكره قريب اسمه اولمبس فول في نفس اللي حصل ده، يعني في هجمه جهاديه على امريكا اسمه اولمبس فول اللي لسه نازل بداية الفترة اللي فاتت، واحنا عارفين طبعا ان افلام هوليوود دي كلها بتؤسس لترسيخ امور في العقل والسيطرة على العقل والسيطرة على رد الفعل، ما بتتعملش هباء كده. يعني مش خيال منتجين يعني او خيال مؤلفين او كاتبين السيناريو؟ هو مين اللي عمل هوليوود؟ انا ممكن اجيب لحضرتك يعني حاجات وثائق من السي اي اي نفسها، مين اللي عمل هوليوود ومين اللي بيدير الافكار العامة في هوليوود؟ يعني حتى السينما مسيسة وحتى السينما ممنهجة هناك في أمريكا؟ طبعا لا، ده أساسا يعني وانت مقعد ناس مخصوص وخبراء مخصوص عشان تعمل البروباجندا لأمور وتعمل نوع من السيطرة العقلية والسيطرة على ردود الأفعال عند حدوث هذا الأمر اللي انت بتفعله، فما فيش أي حاجة بتيجي بالصدفة. دكتور ما احنا عايشين في الرغيف وعايشين في المواصله نص جنيه وجنيه، وهتغلى ولا مش هتغلى، والبنزين هيغلى ولا مش هيغلى، والسولار والحاجات دي كلها. انا شخصيا هقول لحضرتك حاجه، اولا يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان انا يعني انا تخصصي او حياتي علميه فبعيده تماما عن الافراط في نظريه المؤامره، انا لا اتحدث عن اشياء الا بدلائل والا باكثر من دليل وبخبراء وبتحليل علمي والكلام ده، يعني فما بتكلمش كافراط في نظريه المؤامره، لكن النقطه انك انت تم صناعه سياساتك داخليا وتم زرع اسرائيل اصلا بالاساس عشان تفضل المنطقه في حاله صراع، انت لا تنتبه لمستقبلك لمواردك، يعني احنا كل يوم عمالين نتكلم، عارفين كلنا عارفين ان مصر مليانه او دولنا العربيه ومصر كمان بالمخصوص مليانه موارد تاكل الناس ذهب، ها؟ ايه اللي وصلنا لغايه دلوقتي لهذه، يعني في سياسات بتتبع لا يمكن تكون حماقه عشوائيه، لا يمكن تكون حماقه عشوائيه، حاجه ممنهجه يعني 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 حتى طبعاً. اسرائيل زرعت طبعاً. من 1917 من ايام وعد بلفور طبعا المشؤوم. ايوه انت اصلا مزروع لك دي عشان تفضل المنطقه دي مبتلعه في حاله صراعات داخليه وسياسات تخليك تبص تحت رجليك، انت تفضل على طول في سياسات تفقير وافقار وديون وتبقى متورط ازاي هتدفع ديونك وتستلف اكتر وانت غير قادر على رد ده، ما عندكش انتاجيه، ما تقدرش تنتج مع انك عندك كل شيء، عندك ثروه بشريه، عندك مواردك، عندك فبدل ما يبقى استعمار
فبدا بدل ما يبقى استعمار حربي زي ما كان احتلال انجليزي، احتلال فرنسي، احتلال برتغالي، ايا كان يعني الامر، يبقى احتلال بشكل اخر. بالطبع طبعا. تمام يعني تمام. يعني انت من بقالك كتير، يعني احنا مثلا انا مش عايز اقعد اخرج على الموضوع بس الموضوع كبير، يعني انت ما حدش سال نفسه سياسه مثلا اغتيال علمائنا دي كانت ليه؟ اكيد يا دكتور. كل ما نيجي نعمل مشروع مثلا قومي بيتم افشاله ليه؟ مصر اللي عماله تقطع فيها النور وعمالين نهدد دلوقتي ان احنا الصيف الجاي الناس كلها مدفونه والنور عمال يتقطع. احنا انت عارف مثلا ان مشروع مثلا استخدام محطات الطاقه النوويه ده بقاله اكتر من 20 سنه مش 10 سنين بس، وكل شويه يتفتح ويتعمل دراسات ويتصرف عليه ملايين وبعدين يقوم فاشل. اتفتح دلوقتي بقاله مثلا 10 12 سنه واتعملت الدراسات ورسيت على حاجات وما تنفذش لغايه دلوقتي. ما تنفذش ليه؟ ما تنفذش ليه دكتوره؟ يعني دكتوره كلامك كلامك كلام مهم بس اتصرف عليه ملايين. بس كلامي يعني انا واحده جوه الموضوع، انا بقول لك اتصرف عليه ملايين، انا حضرت مواضيع اتصرف عليها ملايين. كلامك يعني مهم بس يخض يا دكتور. ما احنا بنتكلم على حقائق، انا دلوقتي مش بنرهب الناس، احنا بنتكلم على حقائق. تمام تمام يا دكتور. طيب يعني لو لخصنا، لو لخصنا كل اللي حضرتك سردتيه على مدار هذه المكالمه، نقدر نفسر ما حدث في بوسطن منذ قليل انه هو سيناريو هزيل، سيناريو هزيل، سيناريو هزيل مكرر، ونفس اللعبه اللي تكررت من عقود طويله وبتتكرر من عقود طويله، لانك انت بتعمل حدث كارثي امام العالم لاعطاء ذريعه لتحركك التالي. تمام يا دكتور. دكتوره مايا صبحي بشكرك على هذه المداخله التليفونيه المهمه جدا. كلام يخض ولكن الدكتوره بتقول ان الكلام دوت له من الدلائل ومن الاوراق ومن الابحاث وحقائق تاريخيه وشيء ممنهج او اجنده معينه محطوطه منذ فتره، هي اجنده امريكيه صهيونيه علشان خاطر توصل لنقطه معينه هم عايزينها هناك في امريكا وفي اسرائيل. ده كلام من دكتوره مايا، وجهه نظرها بدلائلها تقدر تعرضه اكيد هنا، يمكن دكتور الاستاذ ابراهيم حجازي على طول بيتابع هذا الملف. عموما هو حدث كبير جدا، وزي ما بقول هو حدث في ماراثون رياضي، انفجار كبير جدا في بوسطن في امريكا، وخرج الرئيس الامريكي بعد الانفجار دوت وقال ان لسه التحقيقات جاريه وهيتم الكشف عن هويه من فعلوا هذه الفعله. عموما هو كان انفجار في ماراثون رياضي وانفجار في مكتبه جون كينيدي في بوسطن الامريكيه. هل ده بدايه بالفعل لسيناريو هزيل كما قالت الدكتوره مايا الفتره القادمه، وتختار امريكا من تصارع الفتره القادمه؟ ده اللي هتكشفه الايام القليله القادمه. طبعا حدث استثنائي كنا لازم نغطيه اكيد على النهار رياضه في شارع النهار. استمتعنا بكلام الناقد الرياضي الكبير الاستاذ علي السيسي في بدايه الحلقه، ثم بعد كده طبعا اتكلمنا عن ما حدث في بوسطن.